كويدات كديرين؟ صافا عليكم، اموركم صافا؟ كلشي بخير، جيسبيغ تكونوا بالف خير يا ربي وبصحه جيده وكل ما كنتمناو يا ربي الكويدات. المهم اختي، جيت باش نشكركم كاملين، شكرا للميساج ديالكم الزوينين، شكرا للدعوات ديالكم، شكرا للناس اللي كيبغيو شيشي وكيبغيونا وكيحبونا، واكثر ديال الميمات ديالي اللي كنبوس على يديكم كاملين وكنموت وكنحمق عليكم. الله يخليكم لينا، السند الوفي ديالنا، الجيش الوفي. صراحه كلشي كيكتب كومونتيرات زوينين، ما لقيت حتى شي كومونتير خايب، ما لقيت حتى شي حاجه. حتى حنا عتي فرحنا بزاف، وفرحتنا كبيره ما ليهاش الحد منين الميمات ديالنا والكبيرات ديالنا شاركوا معنا، شاركنا معهم الاجواء وعطاونا الراي. داكشي واعر، داكشي طوب، الحمد لله درنا داكشي ديال الوالدين، داكشي اللي قديم، ما درنا شي حاجه اللي بغينا نبانو على الناس او شي حاجه. فرحانين بميمتنا وفرحتو حتى نتوما معنا. صراحه دابا عاد عمرت علينا الدار وعاد زيانه الدار اختي، عمرت علينا الدار كما قلت لكم. تمشي عليا راه بنتكم مريضه واختكم مريضه مطحطحه، يعني بقاو ليا دقائق قليله. الحمد لله حنا كنتسناو في الوقيته تجي صافي، تي علاش وليت خايفينا وسخفانا. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي عايشه شاركي معنا منين خديتي البوفي، منين كليتي البوفي عايشه شاركي معنا كل شيء. شوفوا البنات، انا عرفتوا علاش ما بغيتش نشارك معكم داكشي البارح في الفيديو؟ بنادم بغى يبدا يقول اشهار، وبنادم بغى يبدا يقول بزاف د الحوايج. قلت علاش لا، انا نحط غير داكشي ديالي ونحط غير داك الروتينات ديالي اليوميه، يعني صافي ما نكثرش على الكويدات ديالي شحيمات باش ما يقولوش هذا اشهار شي حاجه، حيت داكشي دايرينو امي مخلصين رزقنا، ما كاين لا اشهار لا بيبليسيتي لا والو. هذا مكان وكلشي. لقيت واحد الكثره ديال لي ميساج، كلشي كيقول لي ما شاء الله شي واحد النور عليها. عرفتو هذاك النور اللي ضرب في ماما؟ راه ما شاء الله البنات راه ما يمكنش، والله الله فرحان بها. عرفتو تبارك الله باش تجي من الحج ويجي وجهك صافي ضاوي بيض، راه ما شاء الله. وهي كانت كتعمر بنهار وما كانت كدير لا ليكرون والو، يعني هذا من فضل الله، يعني يا ربي تغفر ليها، يا ربي تسمح لها وتسمح لأمة المسلمين. اي واحد كيغلط كلشي كيغلط، بزاف كيديروا الاغلاط. وكنتمنى لميمتي ان شاء الله الحج يا ربي، الحج والعقوبه لكاع الناس وكاع الميمات وكاع الكويدات ديالي. هي وحده باغا تمشي لذاك المقام، الله يجعل ربي يوصلها لي، حيت اين فوا كتوصل لهذاك المقام. على انا شوفوا، انا الهضره اللي عاود لي راجلي قال لي عائشه شي انفو، قال لي كتحط رجلك في ديك البلاصه، قال لي كتنسي، قال لي شي امك لي والدك، قال لي تقدر تنسي. علاش؟ قال لي بكثر داك التخشع وداك داك القران اللي كتسمعي، قال لي كتشوفي الناس كيبكي بواحد الهيستيريا ما يمكنش. يا ربي يا ربي توصلني لذاك المقام، وان شاء الله تشوفوني في داك المقام العام الجاي يا ربي. والحمد لله الصلاه راه حنا كنصليو، حتى شي حاجه ما كنديروها خايبه. هذا ما كان ان شاء الله يا ربي نمشي لانا امه محمد يا ربي. هاد العام راه بغات تديني مع ماما، ماشي ما بغاتش تديني معها، ولكن انا قلت لها ما نقدرش نمشي لحقاش ما غاديش ندوس في المطار، انني كرشي باينه بزاف ومتقله ما غنقدرش. هي قلت لها خلي العام الجاي نمشي معكم ميمتي في رمضان، وان شاء الله العام الجاي الكويدات ديالي نمشي مع شيشي وتشوفوا اختي ونصور لكم كل شيء ان شاء الله وكاع الاجواء يا ربي. بالنسبه للبيفي البنات، البيفي كريتو من عند واحد البنت، غنخلي لكم الانستغرام ديالها في عيشه في الباج ديالي ديال الانستغرام عيشه بنت شينويه بالفرنسي، كتبوها غطلع عليكم الكويدات، غتلقاوني حاطه لكم البنت اللي خديت من عندها البيفي. بالنسبه للتريتور كلشي كيقول لي عايشه شاركي معنا التريتور، عايشه حط لينا باج ديال التريتور. عايشه قول البنات التريتور راهكم كتعرفوه، راه غني عن التعريف، عنده باج ديالو حتى هو في تيك توك، عنده داكشي ديالو. انا غادي نحط لكم النمره ديالو لانه باش نتوما تهضروا معاه تقولوا عايشه خبات علينا ولا ما بغاتش تعطينا. سعيد الشربه غادي نحط لكم النمره ديالو البنات،
في الميساجات. غادي نخليه لكم النمره ديالو في الباج في الانستغرام. بالنسبه للمسمعين باش نكون معكم صريحه وما نكذبش عليكم البنات، المسمعين النمره ديالهم غناخذها من عند السيده اللي جابتهم، اللي زعما جابتهم عندنا للدار، حيت حنا قلنا لها غير جيب لينا وجاب لينا، انا ما كنعرفوهمش. غناخذهم من عند غناخذها من عندها وغنحطها لكم حتى هي في الباج في انستغرام ديال عائشه بنت شينويه. دخلوا وغادي تلقاو الكبيدات، غادي تلقاو صاحبه البيفي، صاحب تريتور، صح الناس ديال الطلبه حتى هما. صراحه دات اجواء عندنا واعره، اجواء لا مثيل لها، اجواء روعه، اجواء الفرع الفاروع البنات. يعني الكويدات ديالي شحيمات، المره الجايه غادي تشوفوني في العونه. يا ربي يا ربي تفكني على خير. شوفوا البنات اقسم بالله الا ما بقاش ليا بزاف، عاتي ما الحمل عاتي يعني تهدبت بزاف. عاتو تخيلوا معايا الطواليط حاجاكم، خاصني داك تنعستي نوضني شي واحد من فوق الناموسيه عاد نقدر نوض نمشي الطواليط، وظهري محني. الله يسمح لينا من الوالدين، الله يسمح لينا من الوالدين يا ربي. بالنسبه للبنات اللي سولوا في واحد الموضوع ديال علاش ما كانش وداك الشيء، وعلاش ما البنات شي حوايج كيبقاو ديال العائله كنخليوهم ديال العائله، ما عندناش نخرجوا بهم اليوتيوب، ما عندناش نهضروا شي هضره اللي هذيك الشيء ديال العائله ودي يسمع فيه بنادم، ما كاينلاش داك الشيء ديال العائله. ان شاء الله غيبقى وسط العائله حتى غتشوفوه في العائله. يعني ما كاين، حنا ما حنا ماشي من داك النوع اللي غنبداو نخرجوا الاسرار ديالنا في اليوتيوب، غنبداو لا حنا راه هادي لا راه هذا لا حنا مضاربين على هذا، داكشي ما كاينش، وداكشي كيبقى ديال العائله. يعني الكبيدات ما الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، ما تبقاوش تكتبوا بحال ديك دوك واحد الفئه كتكتب واحد الكومنتارات ديال نتوما هادي، داكشي كيبقى ديالنا حنا ماشي ديالك انت، وما كيخصكش انت وما كيخصكش انت، وماشي ديالك انت، داكشي ديالنا حنا، مشاكل عائليه ديالنا حنا. يعني ما عندك انت علاش تسول فيها ولا فاش علاش تبحث فيها، حيت اصلا ما عندنا ما عندك باش غتفيدنا لا انت ولا انت. كنهضرش على الكبيدات ديالي ولا كنهضر على الممد، كنهضر على واحد الفئه اللي كيبغيو يتفرجوا في الناس وكيبغيو يعرفوا حكايه الناس باش يبداو يبانوا. داكشي حنا راه ما عندناش عائله بيناتنا، داكشي كيبقى بيناتنا. يعني انت او انتي داكشي اللي باغين توصلوا ليه ما غادي نوصلوا ليه، خليكم بعد مني. ما تبقاوش تدخلوا عندي الانستغرام تكتبوا لي دوك الميساجات، ما تبقاوش تدخلوا عندي الباج ديال التيك توك تكتبوا لي دوك الميساجات، لانه انا واحد الانسانه القلب ديالي ثلاجه فريغو، يعني بارد، غتقدر تعايرني غتقدر تتلمح لديك الجهه، ما غاديش نجاوبك، ما غاديش نعطيك كاع تبرير، ما غادي نعطيك حتى شي حاجه اللي غادي نخليك انت ترتاح، غنخليك ديما راسك ضارك، ديما باغي تعرف، ديما بزاف د الحوايج انت او انت، حيت كاينين واحد الفئه متبعيننا حنا حاضرين حنا باغيين نعرفوا علينا حنا راسهم دارهم بينا حنا بزاف د الحوايج. خليكم مع الوقت تبداو تشوفوا بزاف ديال المفاجات ان شاء الله. يعني حنا راه ما عندكم ما غادي تشدوا علينا، ما عندكم ما غادي تبقاو تبغيو تطلعوا باجات ديالكم جدو تصايبوا فوكونطات باش جدو داكشي. انا راه ما كنتسوقش الكومونتيرات، انا واخا انا كنت داكشي كان كيضرني فشي الله بديت في اليوتيوب. دابا راه شحال وانا في اليوتيوب، راه المده ديال 5 سنين او مع 4 سنين وانا في اليوتيوب. يعني هادشي ما كيهم ما كتهمنيش معيوره، ما كتهمنيش كلمه اللي غادا عاتي، علاش؟ حيت الحمد لله زعما راه اي واحد كيتعار، راه بنادم كيتعار في غيبته كيحضر كتباس ديال كيبته عادي. يكفي انك انت تعايرني في كومونتير مني تشوفني تعنقني وديت تقول لي عايشه فلانه شيشي يعني خليوكم بعد علينا، نسونا حنا نسونا هاد الناس. بغيناكم حنا بغيناكم غير تنسونا، غير تنساو شي حاجه سميتها عائله شينويه، عائله دار شينويه، تنساوها كما حنا ناسينكم وعاطينكم الثقه. فهمتي حنا ما كنبحثوا على حتى شي واحد وما كنهضروا على حتى شي واحد، ها بنادم كيبقى يصيفوا كونطاج بقى يهضر علينا بقى يعاير فينا باش حنا نجاوبوا،
وانا اقسم بالله البنات هي ما كان مرضيه، ما كانت عصبيه، ما حتى شي حاجه، حيت انا عارفه راسي اش كنسوى، عارفه ماما اش كتسوى، عارفه خواتاتي اش كتسوى، يعني لا داعي نمرض راسي باش واحد يرتاح منه. صافي هادشي اللي كاين الكبيدات. ادعوا معايا ان شاء الله غدا الى لقيتي الحياه، لانه دوات معايا الطبيبه جات عندنا البارح، دوات معايا غدا ان شاء الله غادي نشارك معكم الاجواء، غادي نجمع حويجاتي في البيليزا باش حيت ما بقى لي والو. ديك المره قلت لكم راه هاد الشهر دخلت فيه هو شهري ان شاء الله الا بقينا في حياه. بغيتكم كلكم تدعوا معايا البنات، كلكم كلكم كلكم، واللي دخل شاف الفيديو بارطاجيه مع صحابه باش نكملوا 100,000 ابوني البنات، وان شاء الله نشارك معكم الفرح ديال الولاده والفرح ديال الدرع وكاع الاجواء يا ربي. كنقول لكم بيزوات لكم كاملين، والله يسهل على الجميع، والله يعطي الجميع ما بغى، وهذا الشيء اللي كاين الكوفيدات. باي.